بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش دعمنا باللايكات ان شاء الله عشان الفايدة تعم للجميع، وشير للفيديو اكيد عشان القناة تكبر بيكم باذن الله تعالى. مثل ما انتم شايفين اصحابي اليوم مسويين فكرة مميزة، وهي كيف انا اعطر جسمي واعطر شعري بوسيلة سهلة وفي نفس الوقت مش مكلفة ورخيصة جدا. طبعا في استخدام المسك ودهن العود والاشياء هذه، وطبعا متوفرة، بس هي سعرها برضو خلونا واقعيين غالية شوية. يعني انا بجيب البخور اللي هو بيجلس 3 ايام واربع ايام وممكن يوصل لاسبوع في الملابس، يعني بيكون سعره شوية غالي، يعني بيتعدى $100 تقريبا العلبة الصغيرة بتاعت البخور. ففي حاجات غالية وفي حاجات، وفي بقى وسائل بنتحايل على الامر للناس اللي هي ما تقدرش تجيب الاشياء الغالية، واحيانا في نفس الوقت ما بيبقاش عندك وقت ان انت تقعدي تشعلي بخور وتتبخري وكده. فالنهاردة هندي سهلة، وصفة سهلة ورخيصة ان شاء الله في متناول يد الجميع يقدروا يسووها. طبعا انتم مثل ما انتم شايفين اصحابي معانا اي لوشن انت بتستخدميه للجسم، يا لوشن او كريم او حتى الاويل، بيبي اويل بتاع الاطفال ينفع برضو. وبالنسبة للشعر اي نوع كريم انت بتستخدميه للشعر. طيب هدي تولة، تولات عطر مركز بيتباع عند بتوع العطور وسعره مش غالي، رخيص، وبتكون عطوره مركزة شوية وزيتية شوية. او في حالة لو انت ما عندكيش التولات هدي، ممكن اي عطر انت بتستخدميه. هنعمل ايه بقى؟ هناخد شوية من اللوشن او الكريم بعد ما بتخلصي الحمام مالك الشاور السبحتي، ويفضل ان انت تخلي الجسم مندي شوية، يعني مش يكون جاف، يعني يكون فيه شوية ماي، وتاخدي شوية من اللوشن وتضيفي لهم اي زيت عطري، العطور الزيتية هذه، وبعدين تبدأي تمشي اللوشن كله على جسمك كامل، بيدي تعطير وريحة رهيبة، يعني يمكن بتفضل اكتر من يوم في الجسم ان شاء الله. طيب ما عنديش العطور الزيتية، ممكن اخد شوية اي بارفان او بيرفيوم اللي انت بتستخدميه وتحطيه على اللوشن او زيت الاطفال. نفس الوضع للشعر برضو، هتاخدي شوية نقطة او نقطتين مع رشة عطر، او رشة عطر مع الكريم بتاع الشعر، وشعرك مبلول هتروحي ايه دهنة بيه شعرك، بيخلي ريحة الشعر جميلة جدا، وانتوا عارفين داخل الصيف والحر وكده. فان شاء الله تكون فكرة ظريفة ولذيذة وسهلة، ويبقى كده عطرتي شعرك وعطرتي جسمك بدون اي تكلفة ان شاء الله. يا رب اليوم الوصفة او الفكرة تكون عجبتكم. ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.